ولذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: ليوطن أحدكم نفسه، أنه لو كفر من في الأرض جميعا ما كفر، ولا يكن أحدكم إن معه فإنه لا أسوة له في الشر. ولذلك يقول رحمه الله، يقول: يخيل للرجل إذا عُمِل الشر وكثر الشر يخيل له أنه يعني الشر فيه أسوة، يعني قدوة. قال: وليس في الشر أسوة، الأسوة في الخير، الأسوة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه صحابته الكرام رضي الله عنه من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله كما ذكر ابن بطة، ماذا يقول؟ رأس مال المسلم دينه، رأس مالك هو الدين. والله لو ملكت مليارات وضاع منك دينك فلا خير، كم تبقى في هذه الحياة؟ 100 سنة، قل 1000 سنة، ثم ماذا؟ الموت. ما الذي بعد الموت إذا ضيع الدين؟ ما بعده إلا الخسران. يقول حسن: هذا في عصرهم ينقلون إلينا ويتعين علينا أن نستنير بآراء هؤلاء وبآثار هؤلاء رضي الله عنهم. هؤلاء هم سلفنا، وذكروا لنا ما ذكروا بناء على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن: رأس مال المؤمن دينه، إن زال دينه زال، فلا يتركه في الرحال يعني في المنازل، ولا يقلده الرجال. ما تقلد دينك أي رجل. ولذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر اللالكائي رحمه الله عنه، قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، إن كنت ولا بد مقتديا فلا تقتدي بالحي، وإنما اقتدي بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بعض الناس يقلد دينه لأي شخص. ولذلك كما قال حسن: رأس مال المؤمن دينه، إن زال زال دينه، فلا يتركه في الرحال ولا يقلده الرجال.